طويلة إلى أقصى اليسار. ترويتيني عند الكرة يمرر بصورة ممتازة، وكاكا والتمريرة بصورة جميلة. نور الدين مرابط عند الكرة في اليمين، نور الدين يا نور الدين مرابط والعرضية يا ولد الله يا وكاكا الإيطالي خرافي. نعم هدف جميل، هدف رائع لفريق واتفورد، أولى الأهداف لهذا اللاعب في هذا الموسم، أول هدف لكن بطريقة جميلة بطريقة عالمية. أوكاكا يسجل هدف ولا في الأحلام، يا سلام يا سلام. هنا الانطلاقة وهنا التقدم من نور الدين مرابط، بعد ذلك العرضية، وهنا الجمال وهنا الفن وهنا السحر وهنا كل الجمال. أوكاكا يسجل هدف التعديل، لكن يا له من هدف بالكعب، هدف جميل على طريقة رابح ماجر لاعب المنتخب الجزائري سابقا ولاعب نادي بورتو، لكن يا سلام يا أوكاكا ويا لروعة هذا الهدف. أكيد والتر ماتزاري يفرح لمواطنة ويفرح لفريقه بهذا الهدف وهدف التعديل لمصلحة فريق واتفورد، لكن بطريقة فنية جميلة عالمية خرافية. ستيفانو كاكا وهدف التعادل لفريق واتفورد، ولا أحد أفضل من الآخر في هذا اللقاء. هدف لهدف أصبحت النتيجة الآن، وأوكاكا في من إدريس أكاي، وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه الأثناء لمصلحة نادي واتفورد. بطل واتفورد دائما هو الأخطر في هذا الشوط الثاني في أرضه وبين جماهيره هنا في ملعب الفيكا قدام ملعب نادي واتفورد. كرة ترسل عالية، هذه هي ثالث الكرات لمدافع نادي واتفورد اللاعب النمساوي، ولكن هذه المرة ينجح. يا السلام، أتت العرضية ومن ثم الرأسية، وهنا لا حراك للحارس ستكلينبيرك في هذه الكرة لقوة هذه الكرة من برودل. برودل يسجل ثاني الأهداف، واتفورد يتقدم في هذه اللحظات، واتفورد يتقدم في هذه الأثناء. نعم الفريق المحلي قلب النتيجة في أرضه ويسعد في أرضه وبين جماهيره يفرح ويفرح ويسعد هذه الجماهير. هنا اللاعب سباستيان برودل بهدف ثاني يسجل في هذا الشوط الثاني، وهو الشيء المتوقع وهو الشيء اللي كان منتظر في هذا الشوط الثاني، عطفا على ما قدم نادي واتفورد بداية من الدقيقة الأولى في هذا الشوط الثاني. والفريق استحوذ بداية من الدقيقة الأولى في هذا الشوط الثاني، والفريق سيطر وحاول وتقدم وشكل بعض الفرص واستطاع أن يسجل هدف الأول. إيفرتون المطالب بهدف التعادل، بينما هنا تيرالاس، ولكن هذه الكرة إلى خارج الملعب أصبحت مرمى للفريق المحلي لواتفورد في هذه اللحظات. ممتازة كانت الكرة الماضية، خطيرة كانت الكرة الأخيرة، ركنية لمصلحة واتفورد، هي الثانية في هذا اللقاء للفريق المحلي ركنية ستنفذ. كرة ترسل عالية والرأسية، جول جول. هذا هدف ثالث نعم لمصلحة واتفورد في هذه اللحظات. أوكاكا يسجل، وأوكاكا يظهر بقوة هنا في ملعب واتفورد، يظهر بقوة في حضوره الخامس في هذا الموسم، ويسجل هدفه الشخصي الثاني ويسجل الهدف الثالث لواتفورد في هذه اللحظات. لكن يا السلام، هنا الركنية ومن ثم الرأسية، الكرة دخلت. نعم أوكاكا هو من سجل، أوكاكا هو من سجل الهدف الثالث، وأوكاكا هو من يسجل الهدف الشخصي الرابع له في بطولة الدوري في تاريخ مشاركاته، سواء كان مع هذا الفريق أو مع نادي بولم. هنا هدف ثالث لمصلحة نادي واتفورد، وهنا فرحة كبيرة للمدرب الإيطالي مواطنة، هو من أسعد مازاري يسعد ويفرح بنتيجة. الآن صعب صعب أن يعود نادي إيفرتون، صعب أن يعود نادي إيفرتون. باركلي يدخل في تغيير أول للمدرب رونالد كومان، تغيير أول في تشكيلة نادي إيفرتون. لكن واتفورد يعني شوط ثاني كبير.